بن بلا كان هذا في جلسة نهار الجمعة 2 ديسمبر اقترح المقترح هذا، نسمعوه ونرجعوا نعلقوا في الرفمك. احنا مو ان شاء الله ربي يطول في عمرك وعمر الناس الكل، احنا بعد هم كل مش يضحكوا نعرفوه خاطر هذا مطلب اني ديما ندافع عليه عندي سنين. طو احنا بعد عمر طويل ربي يشهي زمانته ان شاء الله في الخير وكل شيء هيك ولا طو اهني خدمت وتعبت معك وشغيت في الدنيا الكل، تقول لي انت نعطيك راس مال عند الوفاه فلوس وش تعمل بيهم؟ يعني اش تمشي للمراه ولا الراجل شويه زيوان يرش مع القبر الله يرحمه الله يرحمه؟ اني نقترح هني نقسموها لزوز، شو نقولوا شو نقول يعني هني نعطي 50% منها في احاله على الشرف في المهنه، نغيروها نقسموها لاثنين. معناتها اني نحب نحج يا اخي، انت كي تاخذ ريتريت تحبش تحج وتعمل عمره يا اخي، نكله تحيه تعمل مش تعملها يعني عمره ولا حج. هو نعرف كان حبيت نزهيك زاد شويه خاطر هو نعرف ويضحك شويه، اما راهو بالحق اقتراح مهم برش. اني نحب ناخذ حقي في الدنيا، نحب نتفرد نحب نسافر به واضح يعني. هنا قسمناها باش ما تقولش غيرنا الاسم هكا وحده احاله على عدم شرف المهنه. مش نتاخر ترى جايلو باكو نوار وباكو ستين حزب وستين حزب وطبلوه قالوا بارك الله فيك تعبت وشقيت اخويا كافيني، نحب نتفرد يعني. اعطيني اشترهم واني حي واشترهم واني ميت تقعد لهم لهم هما سيدي مساج في شهرين ديجا قعدت لهم. هذا اقتراح مع متاع السيد النائب يقول لك انا نتعب ونكلت وكوتيزي وندفع، بعد خويا ما تاخذوش كابيتال دي سي نتاعي وتشريو به زوين تحطوه على القبر. اعطيوني 50% نحب نسافر نحب نحج نحب نعمل عمره نحب نعرف زياد. وبعيد الشر ديما نحن كي نزوروا المقابر سجادي لازمش وقت سيركولاسيون نختار وقت خلينا نقولهم قائم شويه زوين. ربي عنده الحق، الرجل يحب يعيش يحب يتفرد. نحن ولا ترقاه يخدم عمره كامل ويجيبوا باكو نوار يبدا عاده ماستر باكو نوار وزوزه تساوي. وانا حسيت ما يحبش يخليه للمراه بالذات، مرته بالذات المراه والراجل في مخه مرته تاخذ راجل اخر بعد يموت. عنده الحق عنده الحق يا ودي منعني يا ودي منعني بعد باش نموت شنو باش ينفع لي شويه زوين؟ ما هو فعالي يبدلوا له اسمه رفيقي ولي ماتش كابيتال دي سي عادك هيك. ما هو والله عنده الحق السيد، معناها بعد ما يتوفى شنو باش يعمل بهم الفلوس؟ وما هو في حياته وهو عايش يشيخ بفلوسه التعب اللي تعبه يذوقه، دونك مش من بعدك يقعد هو بعد ما مات وربي هز زمانته ينجم يخلي تفتوفه لصغيراته وتفتوفه يعيشهم هو. هو قابل انه يناقش النسبه 50 30 يخو تفتوفه هو يعيش بها وبعد هنيئا لاولاده ومرته للبقيه. بو لا يسمع فتسمع العجب ان اعطيته 50% من العدد واحد اعطيته 50% من العدد خاطر اغزر ريت الافكار هذوما مش افكار نتاع تبني بهم دوله، مش افكار تبني بهم مجتمع عقليه، مش افكار تبني بهم قانون. كابيتال دي سي كابيتال دي سي مجعول لزوجتك كان تحبها ولا كان ما تحبهاش وذاك حقها، سورتو كي تبدا انت رب البيت بالقانون الحالي، مجعولة لولادك باش ما يتشردوش ويطلبوا بعدش يفكوا لهم رزقهم. اعمل ينجم يعمل كومبليمون دو ريتريت هذاك يدفع لروحه نفس الصوم نتاع الشهريه يا حاج باش كوتيزي في الكابيتال دي سي وتكوتيزي في كومبليمون دو ريتريت. من شلكوش المفاهيم اي به اما المطلب نتاعو منطقي شويه حد من ثاني واحد يقول لك ناخذ 20% منه به 30% انا الريتريت بعد شو انا ما عندوش باش يداوي ساعات يقول لك انا الريتريت بعد ناخذ ستة مرات السميك وباش نعيش قد والدنيا ماشيه وتغلى والشهريه تحس لي بعد الريتريت ناخذ 30% مليار دولار يبداش 50 مليون ناخذ 25 20 ميم با سا دي بون كل واحد وكيفاش كل واحد وكيفاش شكون ضد الفكره شكون معاه شكون موافق النايب يا خويا انا شيخهم هما راقدين في مجلس غاديك راقدين جيب لهم فكره احنا كنا في حكايه انت معاه الفكره هذيا لا يا ولدي ما تحبش تاخذ جزء من الكابيتال دي سي نحب كي نموت مرتي ولادي ياخذوا الكابيتال دي سي الكل اي الكل المال يا اخي كي كان يخدم موش يخلصوا فيه ديما كي اللي يخلصوا فيك دبر راسك كيفاش تخبي وتعمل هكا هكا تحب تعمل عمره تمشي بالحليل تحب تحرم ولادك ومرتك بعد عمر طويل لما توا وانت على قيد الحياه برنس وربي يطول في عمرك يجيك مثلا يقولوا لك عندك 80 مليون جزء من الكابيتال دي سي امشي شيخ مالديف سيشيل حوس تفرهد ما تحبش خاطر عينيك تضحك نحب بالحق والله انت والحاجه هكا تعاودوا مالتي وشكون اي صحيح انا والحاجه نخلي تفتوفه لوليداتي اي ما باهي الفكره للامانه من ذروتي انسانيه محمود بابا تو دكدكهم شهر تو 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 هو عمره 40 اعطيني كابيتال دي سي نتاعي والله يا حلو والله طبعنا السيد النايم بالحق خلانا نخموا في حاجات اي ساعات تلقى راه واحد مريض
وموجود في كلينيك طيف ما عندوش باش يداوي. بعد انا كي نموت ما تاخذ 100 مليون. تاخذ 100 مليون اعطيني خديو برك شي نمنع انا معناتها فهمت. واحد كيما محمود ما عطاهاش لعائلته على قيد الحياه يعني هو ميت. والله ما يكسر محمود ما يمشي وتله وفواياجيه وترونشيه والشيخ باو انا ومرتي والله الشيخ باو وحتى من بعد عمر طويل الدوله تبقى مسالمة معاه. هي فما نكته مرتي وعادل المنافق مش كابيتال دي سي. فما نكته يقول لك المرحوم صرفوا عليه 3 ملايين معنات فينا وفرح حشا المحل ونقصوا مليون اكهو ويعمل بها العمليه ويمنع. والله تلقى بيت دخلت الحاله اللي قالها محمود. انتك مشكور السيد كما قال حاتم تونس لن تتغير بالافكار في معناه تاع كيفاش ندبروا دينار زايد للوزاره ودينار زايد لنا احنا دوله بعقليه الكونترا لا دوره دور وعقل هذاك هو الشيء.